والله أصدقائي، في نقطة مهمة أود مشاركتها معكم قبل ما نوصل للفندق. رسالة تقول أنك لما تصل الفندق ما راحش تجد خدام في الريسبشن. محظوظين اليوم جدا أنه الجو جميل في مدينة برشلونة هنا في إسبانيا. على بيقى الناس اللي عندهم درام يروحوا قال لأندورا بس هكذا يوم يخشوا بزاف لي زامبو. ناور رانا هنا في برشلونة. تورو سي لو ديرني اون فادير لارين. لارين هنا في كاتالونيا. سي لا ديرنيير. انا رايح نمشي للفندق وراني وحدي. يا جماعه اول انطباع لما وصلت اندورا هي النظافه. داير بزاف الناس يروحوا ليها على جال الرخاء، يعني المواد رخيصه شويه، رخيصه لانه اورتاكس ضرائب. ما كاش ضرائب. الطائرة راح تتأخر نوعا ما، حوالي نصف ساعة أو 45 دقيقة على الوقت المحدد لها. مطالب نرتاح شوي وبعدها إن شاء الله تكون انطلاقة لوجهة جديدة والعودة إن شاء الله لسلسلة فلوجات جديدة على قناتي على اليوتيوب. الطيارة تاعنا وصلنا بخير وعلى خير الحمد لله يا ربي، وإن شاء الله من الآن راح تبدأ رحلة جميلة جدا، راح نكتشف العديد من الأمور في هذه الجولة اللي نعود بقوة إلى اليوتيوب. المهم ما تروحوش بعيد، بقاو تابعوا قناتي على اليوتيوب إن شاء الله، راح تكون جولة رائعة جدا. أنا وصلت مطار برشلونة بإسبانيا ومنها تبدأ رحلتنا في أوروبا، تابعونا. كنا معي عمي كمال. السلام عليكم، الله يعطيك الصحة وشكرا جزيلا. السلام عليكم. سلام رمزي. لاباس. صافا؟ بخير؟ يعطيكم الصحة. الجزائريين والما تروح تلقاهم ما شاء الله، الله يعطيهم الصحة ولاد البلاد. ما شاء الله ربي يبارك فيكم إن شاء الله. شوف برشلونة، جيرونا، ليدا. ليدا. من برشلونة راح تكون الوجهة إن شاء الله إلى هي دولة صغيرة بزاف بين فرنسا وإسبانيا، دولة صغيرة بزاف، لكن هذه الدولة فيها العديد من المميزات اللي ربما غير متواجدة في الدول الأوروبية الأخرى. شفنا دوك سوغ انترنت بلي هي بوسيبيليتي دو بروندر بوس باش تروح لأندورا. أندورا سيت اون بريسيبوتي. سيت اون بريسيبوتي انديبوندونت على إسبانيا على فرنسا. داير بزاف الناس يروحوا ليها على جال الرخاء، يعني المواد رخيصه شويه، رخيصه لانه اورتاكس ضرائب. ما كاش ضرائب. ما فيهاش تي في. لو كوزين بويستوس تاع اندورا سي موا تاع اسبانيا. على بالك الناس اللي عندهم درهم يروحوا قال لاندورا باسكو هكذا ما يخلصوش بزاف لي زامبو. واش راح نلقوا في اندورا؟ تعرفها؟ شفتها من قبل رمزي؟ سي تما كاين واحد السيودات تري 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 بيل، و سيرمون كي تحب انت تحب تسكي دير لي سكي وكلش ولا جنو، سي تان تري بون اوبسيون. تروح لامازيجا، تروح كيما نقولوا فلاندورا لا بيجا. تماك شابه. يلا عرفتوا الوجهه تاعنا، راح تكون اندورا ان شاء الله، تبعد حوالي 250 كيلومتر عن مدينه برشلونه، شمال برشلونه في الحدود الفاصله بين فرنسا واسبانيا. ان شاء الله راح نكتشف العديد من الحاجات. ما عندناش وقت بزاف في اندورا، لكن راح نحاول انه نعرفكم بهذه الدوله الصغيره اللي كما سمعتوا ما فيهاش ضرائب، والسلع تباع باثمان رخيصه جدا. تورو سي لو ديرني اون فادير لارين. لارين هنا في كاتالونيا سي لا ديرنيير. الوغ كوم هنايا كاتالونيا لي با سي لونتون داروا ان غروند مارش باش ينتردير هاد
المساكر تاع لي تورو هكذا يا على كل حال كان هنا شويه شحنا على كونتر لي زاندالو لي جون دو سود. محظوظين اليوم جدا انه الجو جميل في مدينه برشلونه هنا في اسبانيا, والحقيقه انه الجو هنا في اسبانيا تحس انك في الجزائر, لانه هي مدينه متوسطيه تطل على البحر الابيض المتوسط, وتقريبا نفس المدن نفس الطبيعه نفس المناخ لا يختلف عن دول حوض البحر الابيض المتوسط على غرار وهران الجزائر العاصمه عنابه. باش انا جبت ديجا كيفاش الستاسيون هذيك فوالا هنا ما شاء الله جزائريين الله يبارك كمال و ابن تاع رمزي يعطيهم الصحه. وصلت هنايا للسانس هنايا ستاسيون دو بوس, ومن ان شاء الله نروحوا لاندورا راح نشوفوا ستاسيون دو بوس شحال راه البي نشرو بي تاعنا التيكت ونتكلوا على الله ان شاء الله. هلا تيكت فور اندورا تايم 6:15 6 اي ستيل هاف تايم يعني اشترينا تيكت من محطه عطات سانس هنا في برشلونه. التيكت يعمل حوالي 30.50 يورو تيكي يلا 6:15 ان شاء الله 6:45 تكون رحلة تاعنا ان شاء الله من برشلونة الى اندورا. رحلة تستغرق حوالي ثلاث ساعات ان شاء الله في الباص ان شاء الله نوصل بخير ان شاء الله. هنا شريت التيكي وهنا هذا هو المكان كافيتيريا بس تنتظر هنا يا نقدر هنا نستناو شويه الوقت اللي البيس تاعنا حوالي ساعه. هاي المحطه راهي امامي محطه سانس هنا في برشلونه المحطه الكبيره سنترو. والجميل في محطه سانس الوجهات نحو كل اوروبا تقريبا, محطه كبيره جدا. للوهلة الأولى لما تدخل هذه المحطة تعتقد أنك في مطار. صراحة كبيرة بزاف كبيرة جدا جدا جدا. هذه محطة سانس في برشلونة. شربوا قهوة بعد نروحوا ان شاء الله. هذا هو الباص تاعنا ان شاء الله نروحوا فيه ان شاء الله. الان انا داخل الباص الوجهة الى اندورا ان شاء الله. باص مريح جدا كيف تشوفوا, حتى زوايا الرؤية ما شاء الله مش ممتلئ كثير. راح لأندورا إن شاء الله دولة أخرى من إسبانيا إلى أندورا إن شاء الله مسافة 250 كيلو متر راح ندور فيها حوالي 3 ساعات إن شاء الله نوصل بخير على خير. الحمد لله وصلت بخير وعلى خير اندورا بعد مسافه 3 ساعات من برشلونه الى هذه الاماره ما بين فرنسا واسبانيا. الحمد لله هاي المدينه خلفي مدينه هادئه تقريبا منذ دخولنا لها هادئه جدا. انا في قلب اندورا يلا نروحوا الفندق كيف كيف ونشوفوا نكتشفوا هذه المدينه مع بعض. راه الليل على بالي انه في الصباح تكون افضل وافضل. يا جماعه اول انطباع لما وصلت أندورا هي النظافة والاهتمام بأدق التفاصيل. مثلا حتى محور الدوران هذا شوفوا الله يبارك الاهتمام بأدق التفاصيل نظافة ما تلقاش ولا شيء في الطريق وكأنها لوحة مرسومة ما شاء الله. أندورا
مدينة رائعة جدا. والله أصدقائي في نقطة مهمة أود مشاركتها معكم قبل ما نوصل للفندق. وصلتني رسالة قبل قليل على الواتساب من إدارة الفندق. وش فيها الرسالة ولا وش هو فحوى الرسالة؟ والفندق مش بعيد منه بزاف، ما راش بعيد بزاف، راه قريب. أخيرا راني جاي ونخمم في الماكلة، لقيت هذه إسطنبول. هنايا روحي بلي استراحت إسطنبول كباب بالك، نتعشوا عندها إن شاء الله. الحقت الأوتيل، هذا هو، ندخلوا نشوفوا. يلا لحقنا. كود دخلنا داخل الفندق، عاود نغلق الباب، ما كان ولا واحد في الريسبشن، تاع الاوتيل ولا واحد في الريسبشن. قال لك نروح نشوفوا لي بوكس ولا بعدها قال لك روح رقم واحد كوديغو، دير الكود ويت. فتحنا كل التفاصيل. شوف هنايا قالوا لي هاد الرسالة بلانس دو، رقم الغرفة ها هو 207. نغلقوها كيما لقيناها. دوزيام ايطاج، طلعو دوزيام ايطاج، الغرفة رقم 207 ها هي. رقم 2 نطلع. صدقوني والله العظيم روعة، ولا واحد في الريسبشن. نطلع الاسانسور دوزيام. والله العظيم كل شيء مكتوب هنا، مفتاح، ما شفت حتى واحد، ما مديت باسبور حتى الواحد. تطلع مباشرة. أنا في السكند فلور، هاي الغرفة تاعي 207. هذا بلاكار، ديروا لي فيستيركم شويه دولار شويه اورو تخليهم هنا. هذا الدوش ما شاء الله نقي ان شاء الله. هذا المرحاض اكرمكم الله. شاور دوش البدروم، هذا الصاك بغي يهبلني دائما لاصق فيا. خطيني حطوك منا فوالا. هاولا هيا الفراش، اوب تلفزيون، ومنا عندنا لافي مشي شابه، حوش جوارين ما تهمش، المهم شومبرا مليحة. شفتوا هذه الغرفة، هذه فيهاش بسيطة وشابة ونقية، هي الصح، النظافة هي الصح مليحة. المهم السعر تاع الغرفة وبعض التفاصيل الأخرى نحكوا عليها لتحت، لأنه راني جيعان دروك لازم ناكل حاجة ومن بعد نولي الريح. اليوم درت نهار طويل بزاف. قريب نسيت واش قلت لكم قبيله، بديت ناكل ها البلا تاعي ونسيت باش نهضر باسكو كنت جيعان. هذا بلا كباب كما عندنا في البلاد، مع كوكا حوالي 10 اورو،
10 اورو هنا في العاصمه عاصمه اندورا. الفندق يعمل السعر تاعه 35 يورو، وانا في الحقيقه اختاريت هذا الفندق لانه جاي في قلب اندورا الحمد لله. المهم خوتي وصلنا لنهاية الفلوق تاعنا اليوم، متعب بزاف وصح عيتكم معايا وزرنا وشفنا، كانت رحلة طويلة، لكن نقولكم في الفلوق الجاي إن شاء الله ما تنسوش في الفلوق الجاي راح نحكوا على أندورا ونكتشفوا السلع اللي هنايا رخيصة بزاف مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، لأنها إمارة أور تاكس ولا لا تفرض فيها الضرائب على عكس الدول الأوروبية الأخرى. المهم الفلوق الجاي ان شاء الله راح نشوفوا حاجات بزاف شابين على اندورا هذه المدينه الجميله. واش نقول لكم في الاخير، تهلوا في رواحكم وفي والديكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. السلام عليكم.